اصلا دخل لهذه الحياه السياسيه غير حيت نسيب الفاسي. فهاد الحكومه هذه اللي جبانه، انا كنعتبرها حكومه جبانه، حكومه خوافه. حسن منير الى تمت هاد الصفقه خاصك تحاسب. اما الجبناء وربعه اخنوش ما عندنا ما نديرو بهم. هاد السيد ما يصلحش يكون في الحياه السياسيه نهائيا. قتل حزب الاستقلال وغيزيد دابا غيقتل الحكومه وغيقتل المغرب. وديك المسؤول كيقول لك انا عندي الناس في الرباط، انا ما كاينش اللي يقيسني، هذا مسؤول القضاء. حنا المال اللي عندنا كنحلوا الروبيني كيخرج لنا، هي راه كتحفر، راه غيموتوا الناس من العطش. حاليا كيقول لهم انا عندي ناس كبار راه غيردوني للمنصب ديالي، غنرجع للمنصب ديالي، وديك الصحفيين وديك ديك الجمعويين غندخلهم للحبس. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج سيمانا تيت مع يونس افتيت. ندوزو للموضوع الاول. الموضوع الاول ديالنا غيبقى متعلق بحال الحلقه اللي فاتت بموضوع المحروقات. هذا الموضوع اللي رجع مشكل كبير عند المغاربه، ورجع كيشكل واحد الثقل على جيوب الاسر المغربيه، وخصوصا الاسر متوسطه الدخل اللي رجعت هي الاسر الفقيره في المغرب مع حكومه اخنوش اللي كانت جات النهار الاول، والناس كيعتقدوا ان هذه الحكومه غادي تكون اضافه نوعيه لهذه البلاد، ويمكن غادي تقدم لهم واحد المستوى ديال الرخاء وديال العيش الجميل، وديك الوعود اللي قدموا في الانتخابات وشاركوا فيها للاسف فنانين. نخليكم مع واحد المقطع كيهضر فيه الدوزي وكيشكر فيه الحكومه، ونرجعوا نكملوا الموضوع ديالنا. بالنسبه لهذا البارطاج، انا كنت كنتصفح بعض مواقع التواصل الاجتماعي وطحت في البرنامج ديال الحزب ديالكم. ومن بعد من مور هذا البارطاج هذا كثرت بزاف الهضره، درنا الضجيج، ما درناش الضجه ولكن درنا الضجيج كنقولوا، كثرت الهضره بزاف وما ما خرجت حتى شي خرجه باش نفسر، او انني كاين بزاف الناس اللي قالوا دوزي تحزب، دوزي عنده ميول للحزب، دوزي عنده علاقات، دوزي الى اخره، بزاف ديال التعاليق متنوعه. فانا قررت على انني نجي اليوم باش نتلاقى معكم في الحزب ديالكم هنا في مدينه وجده، بما انكم نتوما ضياف عندنا، وباش نتلاقى مع السي عزيز اخنوش مباشره. وبغيت نوصل واحد الاراء ديال الناس اللي كانوا عندي في الصفحه، لان انا يا اول ما شفت البرنامج قمت بالنشر ديالو في الصفحه اللي هي فيسبوك ديالي اللي فيها اكثر من 8 مليون متابعين. لثلاث اسباب. السبب الاول هو انني عجبني البرنامج، وهذا ما نكتبش عليه. طبعا ومن غير الدوزي كاين بزاف ديال الفنانين اللي حسوا الكابا لهذه الحكومه وبداو كيمجدوها، ماشي الحكومه طبعا ولكن اخنوش والبعثو، وبداو كيمجدوهم كيقولوا هادو هما اللي غادي يجيبوا لنا وغايديروا لنا وغايفعلوا لنا وبرافو ليهم. ورطوا المغاربه هاد الفنانين مع هاد الحكومه هذه، ورطوهم. كاين الناس اللي تاقوا في ديك الفنانين اللي عندهم واحد الرصيد ديال الثقه عند في نفوس المغاربه وكيبغيوهم، فورطوا الشعب مع هاد الحكومه هذه. وخصوصا ان الناس كيقولوا وجربنا جيعانين كروا اساء حكومه وما داروا لنا والو، يمكن هذا شبعان وما محتاجش غيدير لنا شي حاجه. ساعة صدق الشبعان اكثر من الجيعان، لان بعد ديك رؤساء الحكومه اللي ما كانش عندهم مدوجوا الزلط، فعارفين بان الزلط صعيب شويه، كانوا كيحاولوا ما امكن يترفقوا شويه بالمغاربه. اما هذا ما دوزش الزلط، ما عارفش شنو كيدوز المغربي، ما عارفش شنو كيدوز عليه، فما غيحسش بالمغربي، ما غيحسش بالمواطن البسيط. فهاد الحكومه هذه اللي جبانه، انا كنعتبرها حكومه جبانه، حكومه خوافه. لان كيقول لك رجال الاعمال، كيقول واحد القول على رجال الاعمال، كيقول لك راس المال جبان، راس المال ديما خواف، فاخنوش كيمثل راس المال، فاذا اخنوش جبان. ملي تزادت الاسعار ديال المحروقات ما تسوقش للشعب، بمجرد ما ناضوا المهنيين ديال الشيافر ديال الطاكسيات وديال الكاميونات وديال الكيران، ناضوا كيغوتوا وهدوا انهم يخرجوا للاحتجاجات، مباشره بعدها ناض السي اخنوش عبر وسائل الاعلام اللي معاه، ناض كيروج الخبر ان الحكومه كتدارس انها تعطيهم الدعم. علاش؟ لانهما هدوا بنزول الشارع، هو بغى يستبق ديك نزول الشارع، خايف. كنقولوا حكومه جبانه، حكومه دايره بحال الكمون، الا ما حكيتيهاش ما تطلقش الريحه، فالشعب ما قادش يحكم يحكها. ولكن المهنيين تبارك الله عليهم، برافو. انا ما كنقولش المهنيين داروا غلط، بالعكس كيدافعوا على حقهم. المهنيين من حقهم انهم ياخذوا الدعم، لان راه ما يمكنش هو غيستحمل ديك الزياده من جيبه،
حتى هو راه مواطن، راه في نهايه المطاف راه ديك الشيفور حتى هو رب اسره، راه ما يمكنش غادي نطالبوا منه انه يتحمل ديك الزياده من جيبه، راه يا اما غيزيد على المواطن يا اما غادي يخسرها من جيبه. فهو ناض ولقى حل. شني ناض دار؟ ناض كيغوت على حقه، قال للحكومه الا ما زدتي الا ما عطيتينيش الدعم انا غنزل للشارع. حكومه جبانه ناضت بسرعه كتحيح كتحاول تلقى الحل باش تجمع هذا الموضوع. شني هو الحل؟ انه حقا راه غادي نوليو نردو ديك الدعم، ولان المواطن ما كيهضرش وما كاينش اللي دافع عليه وما كاينش اللي يغوت عليه ما مسوقالوش الحكومه. قيلوا تنبحوا المغاربه اخنوش ما مسوقلكمش، ولكن المهنيين برافو عليهم، انا كنقولها ونعاودها برافو عليهم، لمجرد انهم فقط قالوا انهم يمكن غادي يخرجوا يحتجوا، ناض اخنوش كيترعش بالبيجامه وجمع الحكومه وقال لهم راه خصنا نديروا لهم الدعم قبل ما ينزلوا لنا للشارع، لان غيسدوا لنا كل شيء، والا سدوا لنا كل شيء راه غادي نمشي فيها انا في الرجلين انا وانتم. فحكومه جبانه ما تصلحش لهذا الشعب، حنا خصنا حكومه قويه، حكومه وطنيه، حكومه كتخاف على المصالح ديال الشعب. اما الجبناء وربعه اخنوش ما عندنا ما نديروا بهم، الا ما كانوش يخافوا على مصلحه المواطن وغيقابلوا غير المأدوبات ملي يجي من الحج ويخسر الفلوس ديال الشعب ويخسر سميتو الزباب الفلوس، هادو ما عندنا ما نديروا بهم. ولا هذاك اللي مقابل الفضايح كل نهار كيخرج فضيحه، ولا هذاك بركه اللي عنده مشاكل ديال الماء كارثيه، راه مازال غنجيو لها في الحلقه هذه، غتشوفوا فيديو كيبكي، غتشوفوا فيديو كيبكي، الناس كيبكيو العطش. اش كدير انت كوزير؟ اش لاش صالح؟ الا كانوا الناس كيموتوا بالعطش لاش صالح انت؟ خصك تلقى الحلول لهذه المشاكل المائيه. ياك سيدنا جمعكم وقال لكم خصكم تلقاو الحلول للناس، اش كديروا؟ اش جالسين كديروا؟ دوزوا الموضوع اخر. فهذا السياق ديال المحروقات، غنرجعوا لواحد التقرير كدارته الوزيره ليلى بن علي. دابا المحروقات كتطلع وحنايا ما فاهمينش علاش كتطلع هاد المحروقات، رغم انه سعر البرميل في العالم ما كيتزادش، ولكن عندنا في المغرب كيتزاد. غنرجعوا للتقرير اللي كتقول فيه ليلى بن علي، هذا تقرير ديال الحكومه، كتقول لك الا كان ثمن البرميل داير في العالم 80 دولار، خاص الغازوال خاص المازوطه في المغرب يكون داير 10 دراهم و25، وخاص ليسونس يكون داير 11 درهم و64. مزيان هذا الا كان داير 80 دولار، الا كان داير 100 دولار شحال خصو يتباع عندنا هنايا المازوط وليسونس؟ قالت لك الا كان داير 100 دولار خاص الغازوال او المازوط يتباع ب 11 درهم و92 وليسونس يتباع ب 13 درهم و31. هذا راه ما كتقولكش انه راه عندنا هنا لا سمير او سميتو، كتقول لك غتشريه مكرر، انت غتشري المازوط والغازوال وتدخلو وتبيعو بهذا الثمن. الا كان داير 80 دولار البرميل الخام و100 دولار البرميل الخام، مش حال دابا داير البترول داير 84 دولار. مزيان، هذا 84 دولار اغلى سعر، حنا ما كنهضروش على الغازوال الروسي اللي كتجيبوه بتراب الفلوس، كنهضروا على اغلى سعر 84 هو الغالي، انتم كتجيبوا غاديه 70 و60 دولار. شحال دابا داير 84؟ يعني شحال خصو يدير؟ خاص المازوط يدير 10 درهم ونص. هذا تقرير حكومي من اخنوش، من حكومه اخنوش هي اللي خرجاته. خاص المازوط يدير 11 درهم دابا حاليا، اللي جالسين كتزيدوا في المازوط خاصو يدير 11 درهم. شحال خاصو يدير ليسانس؟ ليسانس خاصو يدير 12 درهم، هذا هو الماكسيموم ديالو. وديك الزياده 2 درهم في ليسانس و2 درهم في المازوط فين كتمشي؟ كتشفروها للشعب، كتسرقوا الشعب، وراه هذا هو المعنى ديالها. ندوزو للموضوع الاخر. دائما كنا كنسمعوا ولد الفشوش بنت الفشوش، ولكن هذا النهار غنسمعوا على نسيب الفشوش. كيفاش هذا نسيب الفشوش؟ اسيدي هذا واحد مسؤول قضائي، كان مسؤول قضائي في الناظور، وكان عنده واحد نسيبه طايح في البشار، كيسرق لهم الاراضي، كيزور الاوراق، هو وشي عصابه تما جالسين كيزوروا في الاراضي ويزوروا في الاوراق وطايحين في البشار، ما كاينش السرقه. وبين من كيس عندنا هذا نسيب الفشوش بنسيبه اللي هو مسؤول قضائي باريس تما. طبعا ناض تما واحد الروينه وناضوا شي صحفيين وشي جمعويين تبارك الله عليهم في الناظور، فضحوا القضيه. ملي فضحوا القضيه هذا المسؤول القضائي بغى يطويها بما امكن بشي طريقه يطويها، فما قدرش لان كانت الموجه اكبر منه، لان ديك المواطنين ديك الصحفيين وديك الجمعويين وقفوا مع ديك المواطنين اللي تسرقت لهم الاراضي، اراضي كبيره تسرقت المواطنين، مشاو زوروا لواحد السيد مات في 1950، يعني شحال هذه 73 عام، 73 عام حتى 2018 هذا السيد داروا بانه باع لهم. سيد مات هذه 73 عام وناض باع لكم ورجع يموت،
زوروا الوراق ومشاو داروا بانه باع لهم صافي، قالوا هما باعوا ديك الاراضي. وماشي غير هذه حاله واحده من عشرات الحالات اللي تسرقوا لهم الاراضي ديالهم. وهاد الناس هادو اللي هاد النسيب الفشوش ومعاه واحد العصابه ديال الرجال العقار تما في الناظور اللي سرقوا الناس وجالسين طايحين فيهم، ما كاين السرقه. والمشكل انه الناس كيمشيو يشكيو ولا واحد كيسمع لهم. يا سيدي هذه ارضي، ها هي الوراق راه ارضي، ما حتى واحد ما كيديها لهم، لا قضاء حتى واحد ما كيديها فيهم. علاش؟ لان عندهم واحد المسؤول بارز في يديهم، وديك المسؤول كيقول لك انا عندي الناس في الرباط، انا ما كاينش اللي يقيسني. هذا المسؤول القضائي كيقول لك انا ما كاينش اللي يقيسني، انا عندي الناس في الرباط. او طيح في الناس وتسرق لهم اراضيهم، نسيب كيسرق لهم اراضيهم، وطيحوا في الناس وتسرقوا لهم اموالهم وتظلموهم وتقول لهم الا زدتوا هضرتوا نسيفطوكم للحبس. وقال لك سيفطوا شي واحد للحبس ظلما وعدوانا، لان انا كيهضر على حقه. علاش هادشي كله؟ لان المواطن كيهضر على حقه، حيت انت في الناظور بعيد على المركز تنوض طيح في الناس. بزاف هادشي ما علينا. ناطس الحملة، ناطس الروينة، مجلس أعلى للسلطة القضائية جمع السيد من تما من الناظور، ما بقاش في الناظور، تجمع. كيقولوا بأنه دخلوه المجلس الأعلى أو محكمة النقد، دخلوه الكراج، ما يسمى بالكراج، دخلوه كعقاب مؤخرا. وهاد نسيب الفشوش الكارثة العظمى أنه هاد العصابة كاين فيها اللي دا 7 سنين، كاين اللي 5 سنين، كاين اللي 4 سنين، باستثناء جوج الناس. نسيب الفشوش خرج، ما وقع له حتى شي حاجه رغم انه متورط حتى النخاع، ونخرج فيه ما وقع له حتى شي حاجه. وفوق هذا السيد الفشوش كاين واحد السيد هارب لاوروبا، جوج الناس اللي فلتوا منها، هذاك لانه هارب في اوروبا، وهذا كي درتو فلتوه، علاش ما يتحاسبش بحاله بحال الناس الاخرين؟ الاشكاليه ماشي هنا، الاشكاليه هو انه هاد المسؤول القضائي اللي متورط في هذه الفضيحه هو ماشي متورط بشكل مباشر، ولكن بالتستر حاليا كيقول لهم انا عندي ناس كبار راه غيردوني للمنصب ديالي، غنرجع للمنصب ديالي، وديك الصحفيين وديك ديك الجمعويين غندخلهم للحبس. المعنى هنايا شنو هو؟ هو انه اي واحد يهضر على حق الناس غيتسنى تحبس شويه الحمله وغتصيفطوك للحبس. هذه هي المعنى. ناس ناضوا كيدافعوا على حقوق المواطنين، دابا انت باغي تدخلهم للحبس لان عندك شي واحد هنايا في الرباط كتستعنى به. شكون هذا اللي كيحميك؟ خاصو يتفضح. الا رجعتي انت للناظور كمسؤول قضائي خاصك انت وهذاك اللي سيفطوك تمشيو للحبس، خاصكم تحاسبوا. لان هذه ماشي هذه راه ماشي لعب، هذه راه دوله عندها ناس كيحكموها. فالا رجعوا هاد الناس هادو، هاد السيد هذا دخل للكراج ورجعوه مره اخرى، هذه راه كارثه. وديك نسيب الفشوش خاصو يمشي حتى هو للحبس، لان ثابت عليه الجرم خاصو يمشي للحبس. عندنا وثائق، عندنا وثائق راه بين يدينا، شفتها تخلعت انا. سير متورط في عدد من القضايا وخرج منها كي درتو لها. دوز الموضوع اخر. الموضوع الاخر هو اخطر موضوع كيعيشوه المغاربه حاليا، موضوع خطير جدا وطايح بين يدين شي مسؤولين خصهم يمشيو للحبس الا بقاو هكا بهذه الطريقه هذه خدامين. كاين شي مسؤولين ما كيخافوش الله. غنشوفوا الفيديو اللي دارتو الزميله هيسبريس ونرجعوا لكم. والله الا البارح بت بالعطش اقسم لك بالله بقينا ما نشربوا، بدينا نحفروا في البير بحال هامش، بدينا نحفروا في البير كنقولوا غير يربي غير لقاو الماء للدراري باش يشربوا. فينا بالعطش مقلوبه علينا القفاف طايطه يا رسول الله، مقلوبه علينا مقلوبه علينا، سادين علينا سادين سادين. لما كنمشيو كنضربوا عليه كنضربوا عليه، عرفتي الناس اللي قدو يسهروا حدا البير راه كيسهروا كيتسناو بنقطه بنقطه حتى تخرج، والناس اللي ما قدروش يخرجوا بحال انا وليا عندي الراجل مريض ما يعني ما كاين اللي يمشي معايا في الليل يسقي معايا، كنوض حتى الصباح اقسم لك بالله فاش كنوض الصباح ما كنلقى حتى نقطه ما نجبدها اقسم لك بالله، راه ربي اللي شاهد عليا. واحد السيد هنا الله يجازيه بخير هو اللي عنده شويه الماء الحلو، كنعود نعيط ليه في التليفون كنطلبو كنقول ليه الله يرحم ليك الوالدين، هو داك الماء هو ما كيشربوش، انا كنقول ليه الله يرحم ليك الوالدين من بغيت عمر الماء بغيت نجي نسقي واحد الشريبه لولادي، وحق الله العظيم عاد كيمشي كيعطيني نشرب. تقهرنا بزاف اقسم لك بالله، عندي الدري صغير ما كنلقى بغي هو ماشي زعما خصو الوسخ، هادو كيصبروا مساكن كيصبروا انهم يبقاو بالحوايج مسخين ماشي مشكل، ولكن الدري صغير خاصو نقا خاصو سميتو ما كنلقاش باش نصب ليه ما كنلقى باش نغسل ليه، كتكون حراره حتى هانتوما شتوني هاد الحراره دابا، واش الدراري ما خصهمش يدوشوا شويه ما خصهمش يبردوا شويه؟ وحق الله ما كيدوشوا
اقسم لك بالله راه ربي اللي شاهد عليا، هما الصابون وحق الله الا جا معاهم ما لقيت كندير ليهم. طلبوا منهم الله يجازيهم بخير يحفروا لينا شيبير حار للبهايم مع عندنا واحد البلاصه هنا، قال لينا واحد السيد راه كاين فيها الماء حار، بغينا حنا هذاك الحار يحفروه لينا البهايم، وحنا كنحفروا واحد حلو وما لقيناش اللي يعاوننا، وحق الله ما لقينا اللي يعاوننا غير بدرهم واحد، ما لقيناش اللي يعاوننا ولا غير بدراعو، بغينا غير اللي يعاوننا غير يحفر، ما لقينا ما نشربو، بدينا نحفروا في البير بحال هامج، بدينا نحفروا في البير كنقولوا غير يا ربي غير لقاو الماء للدراري باش يشربوا. دائما حنا وحق الله الا البارح بت بالعطش، اقسم لك بالله البارح ماشي بعيد راه بت انا بالعطش، وما راه الناس باتوا البارح بالعطش كيبكي وقال لك بغاو يشربوا غير واحد الماء مخوض ديال واحد الشاريج كيكون فيه الجران، قال لك بغاو يشربوه وما لقاوش في هذاك الشاريج، وحق الله العظيم هما البهايم خلاص، حنا شنو هي العيشه ديالنا هما البهايم، يعني واش عندنا شي خدمه هنا؟ بان لك هنا شي خدمه، بان لك شي بلاصه شي ديور تمشي تخدم فيهم المراه، شي حاجه تصبن فيها المراه للعيالات، ولا ما كاين حتى خدمه من غير دوك البهايم، ديك الكسيبه كنتمتعوا بها ها هما ما لقاو ما يشربوا بدينا كنبيعوهم. كيف كتشوفوا مواطنه كتقول لك انه وكتحفر باش تجبد الماء، حنا الماء اللي عندنا كنحلوا الروبيني كيخرج لنا، هي راه كتحفر راه غيموتوا الناس من العطش. هاد الشيء البلاصه اللي وصلت لها الكاميرا والبلايص اللي ما وصلتلهمش الكاميرا اش غادي نقولوا فيهم؟ شكون مسؤول على هاد الكارثه؟ مسؤولين عليها ثلاثه الناس، ثلاثه الناس هما اللي مسؤولين عليها، بركه اللي هو وزير دابا اللي مكلف بهذا الموضوع ديال الماء، اللي قلنا وعاود قلنا انه وزير ضعيف خصو يمشي في حاله، ما يصلح لا لديك الحزب لا للوزاره لا حتى شي حاجه، خصو يمشي في حاله هاد السيد، هاد السيد ما يصلحش يكون في الحياه السياسيه نهائيا، قتل حزب الاستقلال وغيزيد دابا غيقتل الحكومه وغيقتل المغرب، غيقتلنا حنا كاملين، غيفضي معانا. هاد السيد ما خصوش يبقى، هاد السيد ما صالحش، خصو يمشي في اول تعديل وزاري يمشي في حاله، راه ما يمكنش هاد السيد هذا يبقى، ما صالحش، انسان ضعيف، انسان ما كيخدمش المواطن، ما داير حتى شي حاجه في حياته، والو، اصلا دخل لهاد الحياه السياسيه غير حيت نسيب الفاسي، دخل للحياه السياسيه ماشي لانه هو كاريزما ولا لانه هو سياسي واعر، لانه نسيب واحد العائله فاسيه، هذا هو السبب اللي باش دخل لسميتو، ودخل للوزاره ودخل للحياه السياسيه كامله لانه نسيب فلان. ها قلنا نسيب الفشوش يلاه هضرنا عليه دابا عاد، ها هو نسيب الفشوش واحد اخر هذا بركه نسيب الفشوش حتى هو دخل الحياه السياسيه لانه السيد نسيب الفاسي، وسير بحالك سيدي فرقنا راه ما يمكنش. دابا قلنا بركه والصديقي واخنوش، الصديقي واخنوش علاش؟ لان الصديقي واخنوش هما اللي كانوا كيديروا ديك السياسه ديال اجي زرع لافوكا اجي زرع الدلاح ويدعموها، وهي لافوكا كتاخذ الماء كامل ديال المغرب وخرجت على الفرشه المائيه، ودابا الناس ما لقاوش ما يشربوا. هاد الجوج هما اللي خرجوا على المغرب، قال لك المغرب الاخضر المغرب الاسود، خرجتوا على البلاد وخرجتوا على الفلاحه ديالها وخرجتوا على اي شيء، عوض حنا ما نمشيو وندعموا الفلاحه اللي ما كتحتاجش الماء، عندك الخروب، عندك عندك الهنديه، عندك الاوليفيرا، كاين بزاف الحوايج ما محتاجينش الماء ومطلوبين في العالم، الخروب جميع الشركات الشركات ديال الشكلاط كتبغيه في العالم، انت غير زرع الخروب وهي تجي تشري عليك تشريه عليك. والخروب ما كيحتاجش الماء، شحال هذه كان ما يمكنش تزرع الخروب لانه كيحتاج 30 عام باش يعطيك الغله، دابا رجع كيحتاج 3 سنين، داروا له تهجين، رجع كيحتاج 3 سنين ويعطيك الغله. فعلاش ما اخنوش ما دارش هذه الزراعه هذه؟ لانها ماشي في صالحه، لانها ما تعطيش هو، ماشي ما غتعطيش الغله، الغله كتعطيها ومطلوبه. هاد الفلاحات ما محتاجينش الماء وما غاديش يهلكوا الفرصه المائيه، فشنو مشى دار؟ مشى دار لي مشى دار لي الدلاح، دار لي لافوكا، دار لي الحوايج اللي كيهلكوا الماء. دابا النتيجه هي انه عندنا فرشه مائيه مهلوكه ما فيها قطره د الماء، الناس كيموتوا بالعطش، فخريبكا كيقطعوا عليهم يوميا الماء وما كيقولوا لهمش حتى غنقطعوا الماء. الناس ما تشوفوش هنايا في المركز او في المدن اللي الحواضر ديال مراكش، طنجه، الدار البيضاء، الرباط، ما تشوفوش هاد البلايص هادو راه ما كيقطعوش عليهم الماء، ولكن البلايص اللي جايين هوامش او بوادي راه ما عندهمش الماء، راه كاينه كارثه في البلاد تندر بازمه عطش غتخلي القرويين كلهم يهربوا للمدن، وديك الساعات شكون اللي غيبقى لنا في البوادي ويزرع؟ ما عرفت. اذا بركه وصديقي واخنوج ما قدوش على هاد الملف، يمشيو في حالهم ويخليو ناس اخرين، كاين ناس اللي قدوا بهاد الملف. دوزو لموضوع اخر. ومن ملف العطش والفلاحه وديك الشيء غننتقلوا لواحد الملف خطير حتى هو وكلشي ساكت عليه وضرب عليه الطم، اللي هو ملف الشركه ديال كوزومار.
كوزومار اللي هي شركة ديال السكر علنات قبل 10 أيام أو 15 يوم على واحد الصفقة مع شركة ويلمار اللي كانت داخلة معها. شنو هي الصفقة؟ أنها غادي تعطي ويلمار غتخرج من كوزومار غتعطيها الحصة ديالها بمقابل كوزومار غتعطيها واحد المصنع في السعودية دورة، مصنع دورة اللي ديه هو هو إنتاج السكر، وغتعطيها مصنع آخر هنا في المغرب. دابا هنا السؤال، السي حسن المنير هذيك المدير العام اللي داروك وأول حاجة جيتي ديرها هي تقتل الشركة وتخرج على جدباباها، أش هي الفائدة ديال أنها تخرج ويلمار؟ ولا شنو الفائدة ديالك أنت بالضبط حسن المنير أنه تخرج ويلمار وتعطيها واحد المصنع اللي المغرب خسر عليه فلوس كبيرة في السعودية باش يوقفوا من 2015 حتى 2020 وهو كيكب فيه الفلوس باش يوقفوا، وهم اللي يوقف على رجليه تجي انت وبدا كيدخل الفلوس تجي انت وتسلموا لويلمار وهي تخلي لك الكارثة ديال كوزومار اللي كتعيش كوارث حقيقية وممكن تنفجر في اي وقت وعندكم واحد الكوارث حقيقية تما وجيت تعطيها لويلمار وتخرجها هي رابحة والمغرب يخسر. شنو هي هاد الصفقة الغامضة اللي دارت بينك وبين ويلمار باش عطيتيهم ديك المعامل وهما خرجوا من واحد الشركة اللي كتسيرها انت وفي عهدك رجعت كارثية؟ حسن منير الى تمت هاد الصفقة خاصك تحاسب، ومجلس ادارة كوزومار الى خلى هاد الصفقة تدوز ووافق عليها اي واحد ديك مجلس الادارة خصو يتحاسب وخص تجي لجنة التحقيق المفتشية العامة أو من المجلس الأعلى للحسابات دوز عندكم تشوف شنو عندكم فضايح في ديك المعمل هذاك وفي ديك الشركة هذيك. عندكم كوارث، فرعين الفلاحة، فلاحة عندكم فروعين، فلاحة كيبكيو كاين شحال منهم تسيزا بسببكم تقول لهم كنعطيوكم الدعم وكيف تالي كتفرعوهم فسميتو. عندكم كوارث، واحد فيكم كيدوزها الآخر، جا فكرة دوزها الأمين الوالي، أمين الوالي ضرب واحد شوية مع راسو وشاف راسو هو هذاك مزيان خرج ودوزها لك انت. انت دابا كتقتلها كتذبحها، غنتبعوا هذا الموضوع ولا دازت هذه الصفقة راه غنطالبوا بالمحاسبة ديال هاد الناس هادو يمشيو للحبس الا دوزوها لانها صفقة غامضة ما عارفينش ما باينش شنو البنود ديالها وغتكون كارثة من بعد لان غيبان من بعد شنو الكوارث اللي كاينين في كوزومار ملي غادي تحيد ديك المعامل اللي كيدخلوا الفلوس وغيبقى غير الديشي لانه ويلمار غتخلي غير الديشي ودات احسن ما كاين. علاش عطيتيها احسن ما كاين سي حسن منير؟ قلنا علاش، والا فانه نتوما وديك مجلس الاداره غتحاسبوا كلكم على هذه الصفقه هذه. ندوزوا لموضوع اخر. الموضوع الاخير معنا في هذه الحلقه هو موضوع شائك ولكن برافو للسلطات المغربيه، وملي كنقولوا السلطات المغربيه راه غنحدد باش حتى واحد ما يجي ويلصق راسو. كاين عندنا مخابرات، كاين عندنا مسؤولين دبلوماسيين، كاين عندنا مؤسسه ملكيه هما اللي قدروا يكتشفوا هذا المخطط ديال جنوب افريقيا وقدروا يواجهوه في الوقت المناسب. قمه بريكس غتنظم في جنوب افريقيا، جنوب افريقيا هي اللي دارت الدعوات للدول مزيان. جنوب افريقيا استدعات المغرب، علاش استدعاته؟ باش تشوهو في وسط المحفل الدولي. كيفاش؟ المغرب عاق، المغرب فهم الفيلم والقالب اللي باغي يدير له جنوب افريقيا. جنوب افريقيا بغات تستدعي المغرب وقالت له وجهت له الدعوه باسم بريكس. هو عارف ان بريكس ماشي هي اللي وجهت الدعوه، لا البرازيل لا روسيا لا الهند، لا جنوب افريقيا اللي موجهه الدعوات. فهو فهم فضل المخابرات والتقارير ديالها، عرف بان جنوب افريقيا مستدعيه البوليزاريو من التحت للتحت مزيان. فانت مستدعيه البوليزاريو اللي هي ماشي عضو وماشي حتى شي حاجه وجايباني انا معاها وانت دائما معايا في عداء، دونك انت باغيه ديري لي قالب وتحطيني امام الدفاع وتخليني نساحب امام العالم وتشوهيني. انا ما غاديش نخليك توصلي لديك النقطه اللي بغيتي. هذه كانوا باغيين يديروها مع المغرب في قمه تيكاد في تونس الى عقلتو، فاش ديك الشويرف ديال قيس سعيد اللي راه مرونة عنده الدنيا وخرجت عليه بركة المغرب، راه خارجة عليه راه مرونة عنده الدنيا، كان بغى يقول بالمغرب ويجيب الدبلوماسية ديالنا حتى لتما ويدخل غاليم باستقبال رئاسي، دار له استقبال رئاسي. فالمغرب حتى هو قال له شوف ماشي عليا انا دوزها ما غنحضرلكش، ديك القوالب ديالك خليهم عندك، انا راه مجهاد عليك وقديم عليك، انا فاش كانت عندي دولة انتم كنتم مازالين كترعاو الإبل، ما تلعبوش معي. كيف كانوا هادوك مازالين ادغال افريقيا، ديك جنوب افريقيا كانت مازال ادغال افريقيا ومجاهيل افريقيا فاش كان المغرب دوله، دونك ما غاديش تجي لا جنوب افريقيا لا الجزائر لا تونس غادي يلعبوا على المغرب. فالمغرب عرف المخطط ديالهم وقال لهم ما غاديش نجي نحضر لكم. مباشره الهند قالت لا
حنا مع المغرب، هاد الخطا اللي دارته جنوب افريقيا هي كتعادي المغرب، حنا تفهمنا الموقف ديال المغرب انه ما يحضرش وماشي مشكل ما يحضرش، لان السيد عنده هاد الدوله كتعاديه في السياده ديالو يجي يحضر لها. لو كان المغرب قال لهم لو كان درتوه في شي بلاصه اخرى غادي يجي نحضر لكم، ولكن ديروه في جنوب افريقيا اللي كتعادي وهي تستدعي لي. انا عارف بالله هي باغيه تجيب البوليزاريو لتما، باغيه تجيب ديك غالي ديالهم باش تبندر به امام العالم. سيري تبندري به، هذا عمك المغرب عنده باش يتبندر وماشي مجهد، ماشي قتلكم في هذه القضيه، ما تقدروا ديروا فيها حتى شي حاجه. المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. تشاو.